شايف الدقايق الاخيره سبب فرحه كبيره جدا طبعا زي ما احنا شايف. فرحه التاهل فرحه يعني ما لهاش اي مقارنه وما لهاش اي مثيل يعني، والف الف مبروك للمنتخب بجد ان شاء الله. انا عشان هي فازت. مستمرين معاكم طبعا ومعانا الدكتور وليد الفيل، فرحه كبيره جدا يا دكتور طبعا، كنا منتظرين اللحظه دي من سنين كتيره جدا، حابب تقولي في اللحظات المميزه؟ حابب اقول مبروك للشعب الصامد العظيم الصابر الجميل اللي فعلا عنده كم من الانتماء مش موجود في اي شعب تاني، فعلا مبروك للشعب ده يعني. النهارده ان شاء الله مصر فرحه، وان شاء الله اللي جاي يبقى احسن، وبلدنا ان شاء الله تاخد المكان اللي تستحقه على الخريطه في الرياضه وفي الاقتصاد وفي السياسه وفي كل حاجه في الدنيا. الف الف مبروك لمصر وكل المصريين، ربنا يخلينا. مستمرين معاكم طبعا زي ما بنتكلم، حاجه رائعه جدا. مين حابه تقول ايه النهارده بعد الفوز والمسانده الكبيره ليك وانا في النادي الاهلي؟ بجد مبروك لمصر، وبجد الفريق كله كان كويس جدا وعملوا كل حاجه عليهم، ونستحق بجد ان احنا نروح كاس العالم. واكيد لعيبه النادي الاهلي كان ليها برضو موقف كبير قوي في الماتش، وبجد مبروك جدا جدا جدا. قول لي انت عايز تقول ايه بعد النهارده لما مصر فازت، عايز تقول لكل اللعيبه النهارده؟ اهم حاجه احب اقول مبروك للنادي الاهلي والمنتخب مصر. الصراحه اللعيبه موتت نفسها على الملعب، وكان في شعب كتير كان مستني اللحظه ديت انه يكسبوا. بس ليه حابه تقول ايه النهارده بعد الفوز واللحظات المميزه؟ الف مبروك لمصر، الف مبروك، ودايما في مصر كده يا رب، دايما يا رب ان شاء الله باذن الله. قول لي النهارده يعني الفوز بيمثل لك ايه، وصلنا لكاس العالم بيمثل لك؟ بيمثل لنا طبعا حاجه كبيره، بقى لنا 28 سنه انا راجل اول مره اشوف كاس العالم، واحنا ماتش 90 دقيقه متنا فيهم 20 مره، والحمد لله. ومبروك لمصر كلها، ومبروك للشعب المصري. حابه تقولي ايه النهارده بعد الفوز لمصر؟ مبروك لمصر، والحمد لله لمصر ان شاء الله النهارده هبات فرحانه ومبسوطه، ودايما يا رب كل الشعب المصري فرحان على طول على طول، وينصر النادي الاهلي يا رب كمان، ان شاء الله كلنا نعيش في سلام وفرحه. اللي عايزه تقولي ايه النهارده بعد الفوز؟ الحاجه الوحيده اقولها من الفرحه، الف الف مبروك لمصر وعقبال الاهلي ان شاء الله. قول لي النهارده الفرحه بتمثل لك ايه، وصلنا كاس العالم بيمثل لك ايه؟ نفسنا نكسب بدري، نكسب اثنين وثلاثه ونفرح بدري، ما نقعدش لغايه اخر دقيقه، نقعد لاخر دقيقه عشان نفرح. بس احلى فرحه النهارده، فرحه مصر وصلنا لكاس العالم. بس انا بحيي محمد صلاح النهارده، فرح ال 100 مليون مصري، وبقول له مبروك، وبقول له تسلم البطن شنقتك يا محمد. كوبر لازم يمشي، ده مش مستوى منتخب مصر. كوبر لازم، احنا عايزين نفرح النهارده ولسه بقى فرحانين، احنا فرحانين، بس ده مش مستوى، ده مش مستوى، مش الكونغو اللي احنا نعمل معاه كده. اكيد الفتره اللي جايه هيبقى فيها، لا لا لا، كوبر لازم يمشي، لازم يمشي. قول لي عايز تقول النهارده؟ فرحان قوي اللي دي تاني مره في حياتي اشوف مصر توصل كاس العالم، ده انجاز. انا بحمد ربنا ان رحت المره الثانيه بشوف مصر بتوصل، دي فرحه كبيره، وشكرا للرئيس والنصر ده ابن الدين الرئيس السيسي. قول لي بس حابب تقول ايه النهارده؟ قول لي حابب تقول ايه النهارده؟ الف مبروك لمصر وعبال النادي الاهلي ان شاء الله ان شاء الله، عايزين النادي الاهلي باذن الله يرفع علم مصر كمان، وكمان باذن الله باذن الله، ونحمد ربنا باذن الله ان شاء الله. اللي عايز تقول النهارده؟ اولا انا بشكر منتخب مصر على الفرحه الكبيره، و105 مليون اللي هم 90 بقوا 105 مليون فرحانين، وبحب اوجه رساله اسمها مجدي عبد الغني، اخيرا نجيب جون تاني باذن الله في كاس العالم، ويبقوا جونين يا كابتن مجدي مش جون واحد. مبروك. لا طبعا كنت مش عايزه اقول لك قاعده بكرهن والله، واعصابي باظت، ومبسوطه جدا لمصر ومبسوطه للمنتخب ومنصور، يعني فرحانه بالحضري، ربنا يكرمه يا رب باللي هو عمله، قام بمجهود كبير، وعقبال يا رب ما نفرح بالاهلي ان شاء الله، ونحتفل بيه ان شاء الله في النادي باذن الله. تقولي النهارده بعد الفوز، وتحبي تقولي لكل اللعيبه النهارده في المنتخب؟ مبسوطه، وبشكر اللعيبه قوي على مجهودهم الجبار ده، وبشكر الكابتن محمد صلاح على مجهوده، ورمضان، وكلهم بجد لعبوا حلو قوي، الماتش كان حلو قوي. اكيد انا بقى مستمرين معاكم، وبناخد رايك النهارده، قول لي شفت المباراه النهارده ازاي، ورايك ايه النهارده في الفوز الكبير لمنتخبنا؟ اولا بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الفوز الجميل ده، وبشكر الجمهور العظيم ده، وان شاء الله نفرح ان شاء الله برده بالنادي الاهلي مع موقعة النجم الساحلي. وعايز اقول حاجه بس بالنسبه للكابتن كوبر، ده مش مستوى منتخب مصر ابدا اللي شرفنا في نهائيات 2006 و2008 و2010، ده مش مستوى ابدا منتخب مصر العظيم، منتخب مصر صاحب الانجازات وصاحب الصالات والجولات. فين اداء منتخب مصر؟ احنا كسبنا كوت ديفوار 4-1، وكسبنا الجزائر 4-0، وكسبنا منتخبات عريقه باهداف كتير، احنا ما تعديناش مع كوبر الهدف. عايزين نفرح النهارده، لان اكيد اكيد الفتره اللي جايه هيبقى فيها تعديلات كبيره جدا. مبروك
لمصر طبعا، بس في سلبيات يا كابتن، في سلبيات. السلبيات اللي جايه اكيد كاس العالم ليه اختلاف كبير، لكن النهارده فرحه على ما اعتقد مش هتتكرر. كل شعب مصري مسلم مسيحي مصري، كلنا مصريين، مبروك لكل شعب مصر. انا عايز ابارك لشعب مصر العظيم، الف الف مبروك. النهارده الحقيقه يعني برغم ان نشف دمنا، بس فرحه كبيره جدا جدا جدا، والف شكر للمنتخب كله بقياده محمد صلاح. ده نجم عالمي يا جماعه، احنا معانا ثروه قوميه فعلا اسمها محمد صلاح، واللعيب ده ان شاء الله لما هنطلع كاس العالم هيعمل امجاد وامجاد، وان شاء الله نشوف المنتخب في روسيا في احسن حال. بس الخطه الهجوميه ان شاء الله. قول لي عايز تقول ايه النهارده بعد الفوز؟ منتخب مصر منتخب ان شاء الله باذن الله كاس العالم ان شاء الله نعمل شويه ماتشات حلوه وجميله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله 21 ان شاء الله مع نجم الساحلي ان شاء الله فرحه كبيره تحت النادي الاهلي ان شاء الله وصل النهائي نلعب مع اي فرقه وادي المغربي ومع الاتحاد العاصمه اي فرقه ان شاء الله نجربها ان شاء الله ونخش كاس العالم الانديه ان شاء الله. قول لي انت النهارده يعني تابعت المباراه ازاي وحابب تقول النهارده بعد الفرحه الكبيره اللي انت شايفها؟ الف الف مبروك والحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا، وبحب اوجه شكر خاص للكابتن محمد صلاح، ربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي واللي جاي يكون احسن. قول لي النهارده الفرحه بالنسبه لك تمثل لك ايه؟ وصلنا لكاس العالم بيمثل لك ايه؟ والله 27 سنه ما وصلناش كاس العالم، الحمد لله. الناس بتاع يعني الاداء، لا احنا يهمنا النتيجه، يهمنا النتيجه. في حاجات كتيره قوي قابلته، عبد الله السعيد مصاب وفي لعيبه مش في حالتهم كتير النهارده، بنتمنى الحمد لله ان هم يتمثلوا لنا تمثيل مشرف في كاس العالم ان شاء الله. وعبال الاهلي يا رب وامام النجم. قول لي بعد الماتش، يمكن انا سجلت معاك قبل الماتش، بعد الماتش بقى الفرحه دي بتمثل لك ايه؟ وبعد لما وصلنا لكاس العالم بعد سنين كتير جدا احساسك انت شايفه؟ طبعا فرحه كبيره وفرحه يعني الواحد ما فضلنا قاعدين وعلى اخرنا، ولكن الحمد لله يا محمد صلاح ده كنا بنلعب بصراحه من محمد صلاح. وقلت لك قبل الماتش قلت لك النادي الاهلي وشه حلو على مصر وعلى نادي الاهلي وشه حلو، فبثبت لك تاني الحمد لله نادي الاهلي وشه حلو واعضاء نادي الاهلي الحمد لله. قول لي النهارده حابب تقول ايه بعد الفوز وبعد وصولنا لكاس العالم؟ اقول حابب اقول الف مبروك لمصر والف مبروك، احنا شفنا الفرحه على ايديكوا تاني، وبقول الحمد لله ان ربنا يوفقنا ان شاء الله ونحقق برضو انجاز ومصر توصل في كاس العالم ان شاء الله وتجيب اي هدف في كاس العالم، ده هيبقى بقى فرح لينا. وبقى دي طبعا الاهداء ده لكابتن ابو تريكه من هنا، كابتن ابو تريكه كان نفسنا تشاركنا الفرحه دي، واحنا بنحييك وبنشكر كابتن محمد صلاح وجميل النادي الاهلي كلها، اشكرك. قولي لي تابعت الماتش النهارده يعني شايفه المباراه ازاي وحابه تقولي ايه النهارده لكل جمهور مصر وكل لعيبه مصر النهارده؟ حابه اقول مبروك لمصر ومبسوطين جدا عشان الماتش ده يعني بجد. في الجول الثاني بصراحه ما كنتش متوقع انه هيحصل كده، والجول جدا الجول الثاني شايفاه في الدقيقه الاخيره ده هو سبب الفرحه الكبيره دي. بالظبط كده، مبروك لمصر، ربنا يوفق الجميع يا رب. اكيد الدموع دي اكيد كل الناس اللي هتشوفها كل لعيبه مصر هتشوفها تبقى غاليه جدا، لان دموع كل المصريين غاليه جدا في اللحظات دي. المصريين اكيد دموع كل المصريين ودموع المهندس محمود طاهر كمان، ففعلا يعني فرحه جميله جميله والفرحه حلوه، ربنا يفرح مصر يا رب. قول لي النهارده احساسك ايه بالفوز وبالتتويج وبوصولنا لكاس العالم سنين يمكن كتيره جدا لكن لحظه مهمه جدا؟ طبعا الف الف مبروك، احنا عشنا النهارده 90 دقيقه على اعصابنا، بس دي حلاوه الفوز ان هي جت في اخر خمس في اخر دقيقتين، وان شاء الله باذن الله مصر تعمل حاجه في كاس العالم، وما كانش ينفع الناس دي كلها وتمشي وهي زعلانه، وربنا كان كبير بينا والفريق ادى اللي عليه، وان شاء الله باذن الله احسن واحسن في كاس العالم يا رب. قول عايز تقول ايه النهارده بقى بعد الفوز وانا شايفك ماسك علم مصر ولابس تيشيرت النادي الاهلي؟ قول لي عايز تقول ايه النهارده؟ عايز اقول مبروك لمصر ومبروك للمصريين كلهم، ده منتخب محمد صلاح يعني مش منتخب مصر بس. انا عايز اقول لكم بقى فين اللعيبه الثانيه؟ فين محمد صلاح؟ ليه يعني لاعب رمضان صبحي في اخر الماتش كان موجود، احمد فتحي ما كانش في حالته، احمد فتحي ليه ما نزلش المحمدي مكانه عشان هو كان طرفه على طول فاضي، والجون برده اللي جه من ناحيته. انت بتفرح في الشارع؟ طبعا. قول لي عايز تقول ايه النهارده؟ مصر طبعا كان عندنا ده حلو وعايز جد مصر. ايه عجبك النهارده في الماتش؟ مصر. قول عايز تقول ايه النهارده؟ تقول ايه لمصر النهارده؟ عايز اقول لمصر مبروك. النهارده طبعا عايز اخد رايك وانطباعك النهارده بعد الفرحه الكبيره دي، حابه تقولي لنا؟ كوره خالص، بس جيت واتفرجت وانبسطت جدا ان مصر كسبت، بس انا يعني يا دوبك عرفت محمد صلاح كده اجتهادي، بقيت اسال مين ده؟ لكن انا عارفه الحضري من ساعه ما كان في النادي الاهلي ومشي، لكن جوزي واولادي وعرايسهم كلهم بيتفرجوا مبسوطين جدا طبعا ان مصر ركبت يعني كسبت وصلت كاس العالم، ويا رب تكمل
اكيد مصر طول عمرها مباركه، وبصراحه السيسي عمل فيها مجهود كبير قوي، كفايه ان احنا قدرنا نستمتع بيوم زي ده النهارده في امن، فقدرنا نحتفل بيه، قدرنا نفرح ونوصل. لو ما كانش، لو كنا استمرينا على العهد قبل كده ما كناش وصلنا اللي احنا فيه ده ابدا. اللي حابه تقولي لمصر النهارده وكل لعيبه مصر بعد ممكن؟ الف 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 مبروك يا رب، ده ملي في النجاح وتقدم، والف مبروك لمصر.